كنت شفت ان الكبير نفسه حقق انتشار بس هو صعب. اه يعني مش عايز اقول البطوله يعني هي بطوله فيها ناس كتير بس اه دور رئيسي يعني. والله لا الناس مين الجمهور يعني لا مديني حق جدا وقت. حاتم صلاح تعال نبتديها من الاول خالص. حاتم صلاح شايف نفسه ازاي ده؟ انت تقييمك لنفسك ايه سواء على المستوى الفني والمهني والانساني شايف ازاي؟ ده سؤال صعب. شوف على قد ما هو سهل اه تفاصيله كتير. شايف نفسي ازاي؟ يعني شايف نفسي باخد خطوات دلوقتي بسيطه بس مدروسه يعني او بحاول ان هي تبقى مدروسه. توفيق ربنا ممكن يخليها صح غلط بس من خطوه الكبير لما حصلت في ناس كتير قالت لي اشتغل وانتشر واعمل الحاجات دي انا كنت شفت ان الكبير نفسه حقق انتشار فابتديت اختار على الاساس ده. جالي افلام كتير جالي مسلسلات كتير لكن اخترت ان انا اشتغل فيلم واحد كان دكتور بيتر ميمي كان شلبي كان دور كويس مع كريم محمود عبد العزيز وروبي والاستاذ كريم فؤاد ناس نجوم يعني. بعد شلبي كان رمضان جالي فرص لطيفه في رمضان كان اخترت ان بقى في الكبير وجنبه الصفاره. حاتم دلوقتي بيعمل بطوله ليه 10 حلقات. اه يعني مش عايز اقول البطوله يعني هي بطوله فيها ناس كتير بس اه دور رئيسي يعني. طيب يعني انت تقييمك لنفسك انت ماشي صح؟ بحاول مش ما اقدرش اقول لك يعني لان في ناس تانية ممكن يكون صحابي وفي نفس الموضوع بيشتغلوا في حاجات اكتر ومنتشرين وموجودين اكتر بس انا حاسس اني انا عايز احط نفسي في حته مهمه شويه فعشان كده بحاول يعني تبقى كل خطوه بحاول مركز فيها وفي نفس الوقت ما اشتغلتش كتير عشان ما مش بس ما تحرقش عشان اعرف اشتغل اللي انا موجود فيه يعني. طيب حاتم الناس شايفاك ازاي؟ انا سالتك اول حاجه انت شايف نفسك ازاي؟ انت بقى الناس شايفاك ازاي من وجهه نظرك؟ مدينك حقك ولا اقل من حقك ولا اكتر؟ لا الناس مين الجمهور يعني؟ اه لا مديني حقي جدا واكتر من حقك مقصود الحمد لله. لا الحمد لله انا يعني كل اللي كنت فيه دلوقتي انا ما كنت اتمناه بس ما كنتش اتخيل ان هو يحصل بالوقت ده يعني او بالسرعه دي او يعني انا كنت ماشي وقلت همثل لغايه لما تيجي فرصه كويسه وما كنتش عارف هي تيجي امتى تيجي بعد 10 تيجي بعد 5 سنين ما تجيش خالص كنت ماشي بالمنهج ده. طب حاتم انا عمال لما جيت عمال اذاكرك وعمال اقرا عنك لا انت يعني احنا سننا قريب من بعض انت شقيان على فكره فاول حاجه اول ما شفت قلت يا نهار الراجل ده شقيان الراجل ده بقاله فتره بيحاول المشوار ده انت قعدت تحاول فيه كام سنه عشان توصل للمرحله اللي انت فيها دي؟ والله انا من الكليه كنت في مسرح الكليه ولما اتخرجت من الكليه كان الموضوع صعب وواسع جدا ومش عارفين نخترق يعني فعملنا فرقه مسرحيه كده قطاع خاص انتاجنا والفرقه دي عملت مسرح وبعد ما عملت مسرح عملت مسلسلين على اليوتيوب انتاجنا يعني حاولنا نخترق. انت اتفقت على اليوتيوب؟ اه ايه ده كان اسمه ايه العمل ده؟ عملنا مسلسلين مسلسل اسمه سجن اختياري ده كان 9 حلقات ومسلسل تاني اسمه لايف شو ده كان رمضان مع الكبير كان 14 حلقة كانت انتاجنا كانت تجربة صعبة بس عملنا حاجة متهيألي ممكن تكون الكواليتي مش اعلى حاجة في سجن اختياري مثلا ككواليتي صوت وصورة بس عملنا تجربة ممكن الناس تتفرج عليها تتبسط بيها. وحلو انت في الاول خالص فكرت ان انت تعمل حاجة لوحدك بسكة معينة عشان شوف انت قادر او غير قادر بس انت دخلت الوصف الفني كمساعد مخرج دي اول مره معلومه اعرفها منك واحنا بندردش قبل مساعد مخرج يعني انت اتعاملت مع الفنانين ورا الكاميرا ايوه. طب دلوقتي لو انت فنان التعامل مع الفنان خلف الكاميرا سهل ولا مقرف؟ التعامل مع الفنان ورا الكاميرا مساعد مخرج فانت مهتم بقى بتفاصيل الفنان سواء ان هو بيلبسه او سواء ان هو بيتراجع معاه الحوار بتسلمه عشان يخش على الكاميرا الموضوع كان لطيف والموضوع كان لطيف جدا لان انا مثلا اتعاملت مع يعني مثلا اللي كنت بحفظها مثلا في صاحب السعاده او كنت بشتغل معاه كتير استاذه لبلبه فدي نجمه كبيره واتعلمت منها كل حاجه كانت بتحكي لي كل حاجه وفي نفس الوقت هي كانت اول مره تشتغل دراما فمش متعوده على فكره ان هي تشتغل 10 مشاهد و11 مشاهد في اليوم كانت متعوده على سينما مشاهدين فان انا كنت بروح احفظها وكنت بروح قبل الاوردر بساعتين احفظها مشاهد الاوردر كله وبعدين كل مشهد بنراجعه فلا لا في نجوم كتير وطبعا استاذ عادل امام ده لما شفته ده كنت مساعد مخرج في عمل نجم عادل امام صاحب السعاده صاحب السعاده وقبلها كنت مساعد مخرج برده مع مخرج كبير قوي استاذ محمد ياسين كنت معاه ما شاء الله ده من يعني اهم مخرجين انا كنت بنبهر بيه يعني انا كان دوري مثلا في
ان انا اطلع غير ان انا افرغ المسلسل وكده، ان انا اطلع الورق بتاع الاوردر بتاع استاذ ياسين وبكتب له ملخص اللي قبل المشهد وملخص اللي بعد المشهد، طلع له المشاهد كلها بتاعه الاوردر واكتب له ملخص قبل المشهد. كنت بحس ان انا بعمل حاجه كبيره، يعني ان انا بلخص له المشهد اللي قبليه في سطر كده، اقول له مثلا ايه النصار جاي من كذا 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 كذا، وبعد المشهد هم خلصوا المشهد ده ورايحين فين. اكتر ناس بتتعب في مهنه التمثيل من وجهه نظري مساعدين الاخراج، جد على طول بيتزعق لهم اي غلطه هم اللي بيشيلوها حقيقي. وفي نفس الوقت بيتلم الممثلين بكل واحد بتفاصيله عشان تخش بمشاكلهم. مين اكتر ممثل تعب كمساعد مخرج؟ لا الحقيقه ما كنتش بتعامل مع كل الممثلين، بس احنا كنا كاخراج كلنا كنا لا الممثلين كلهم اللي اتعاملت معاهم الحقيقه كانوا لطاف جدا. امتى اتزعق لك المساعد مخرج؟ كتير كتير، لان بيبقى في حاجات انت ممكن تبقى عامل يوم كويس قوي يوم واخده فحت ورد من اول اليوم، ممكن في تفصيله حركت حد من او الاكسترا غلط او دخلته في شوت غلط، ممكن يبقى في مشكله وفي كتا. بس انا برضو في النهايه انا اشتغلت مع يعني استاذ رامي امام ديسنت او محترم جدا جدا يعني. كانش حتى استاذ محمد ياسين انا رحت مره متاخر وانا كنت انا ما كنتش فاكر ان هو شايفني اصلا يعني مش حاسس ان هو مديك اهميه او اهتمام. ففي يوم رحت متاخر عادي فتاخرت على الاوردر، وكان بالصدفه في مساعد مخرج عنده امتحان في معهد سينما ومساعد مخرج تاني عنده ظروف ما جاش، فسال عن المساعدين فلا عارف ان انا متاخر يعني. فدخلت لقيت اللوكيشن كله بيقول لي ايه خش وبالراحه واستاذ ياسين عايزك ومهما عمل ايه اهدى انا داخل انا مش عارف هو هيعمل ايه. انا بقول لك انا مش عارف ان هو عارف اسمي اصلا يعني، انا بديله الورق فيقول لي شكرا. ده التعامل اللي بيني في الشهر مثلا اللي احنا اشتغلناه. كنتش عارف هو هيعمل ايه وخايف جدا انه هزقني قصاد الناس، انا بتكسف جدا وخايف ان هو يعني فاهم يمسح بكرامتي الارض. فانا داخل مش عارف، وفي مشهد شغال وكل اللوكيشن بيحذرني وكل اللوكيشن خايف لان هو سال عليا بالاسم. طب ده المساعد المخرج اللي معايا واتاخر. ودخلت كده وفي مشهد شغال وهو برياكشن بس كده راح فاضي انا اسف صوت واطي جدا عشان مش عايز يعطل الناس ومش عايز يعرف الناس ان هو بيزعق لي. ده كان ومن ساعتها ما تاخرتش تاني يعني.